تعرفنا للقلب ايه؟ هو القلب بالنسبة لنا هو مضخة، مضخة بتضخ الدم. هذه المضخة مضخة عضلية بيتحكم فيها في مداخلها صمامات اللي هي الأبواب بتاعتها. وعشان المضخة دي تشتغل بكفاءة كويسة لازم بيبقى لها معدل تروية من دم بيوصل لها هي عن طريق شرايين بنسميها الشرايين التاجية. الإصابة اللي بتحصل لأمراض القلب هي بالتالي نوعين، يا إما إصابة في الأبواب أو الصمامات اللي في القلب نفسها، إذا كنا بنتكلم عن الأمراض اللي بتحصل في الكبار في الأطفال الوضع مختلف شوية طبعا، أو مرض يصيب الشرايين المغذية المسؤولة عن معدل التروية لعضلة القلب، وفي الوقت ده يقل معدل التروية وتبدأ تحصل فيها. فبالتالي في عندنا نوعين أمراض الصمامات للقلب، سواء إذا كان ضيق أو صمام في الصمام أو ارتجاع في هذا الصمام بينتج عنه ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، مما يستدعي أن احنا نغير هذا الصمام، لأن احنا لو سبنا الصمام دوت ما غيرناهوش نتيجة الضيق او الارتجاع الاثنين هيرفعوا لي ضغط الشريان الرئوي. الشريان الرئوي ده مسؤول عن ايصال الدم للرئه، فلو الدم دوت رايح بكميه قليله هنعاني، لان نتيجه لان الدم هيروح لها بكميه قليله الوظيفه بتاعتها مش هتبقى كويس، مش هتشتغل كويس صحيح، وهيحصل معدل احتقان في الاورده عالي ينتج عنه ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي. ولو في نسبه ارتجاع برضو الدم اللي واصل للرئه هيبقى عالي، وبالتالي يحصل ارتفاع في ضغط الشريان واحتقان. مشكلة الاحتقان اللي في الرئة ان الرئة بتتعود على ضغط معين، هذا الضغط من 25 ماكسيموم، لو ارتفع الضغط ده وحصل الاحتقان ده بيأثر على معدل التنفس، وبالتالي بيأثر على معدل الحركة، معدل الأداء اليومي، ما بيقدرش يتحرك من السرير، كل دوت بتبدأ يبقى فيه عنده نزلات برد متكررة، ممكن يحصل نوع من أنواع الاستس على أو التجمع المائي أو البلوري بيحتاج إن أنت لعلاج، كل الكلام دوت بيأثر على حركته. فالقلب هنا من ناحية الصمامات خطير جدا.